بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. سلام الله عليكم أخواتي الكريمات. فيديو جديد وقصص جديدة لأناس داوموا على ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية وجنوا ثمرات هذا الذكر. وكما أقول دائما أن هدفي من سرد هذه القصص الحقيقية والواقعية هو أن نشجع بعضنا وأن نحفز بعضنا للإقبال على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية دون أن ننسى أورادنا الأخرى من الذكر والتسبيح والتهليل لله عز وجل، وكذلك ورد الاستغفار وورد الحوقلة وورد تاج الذكر، وكذلك قراءة سورة البقرة، وكذلك قراءة ولو صفحة يومية من القرآن الكريم حتى تكون عندنا ختمة للقرآن. تقول صاحبة القصة الأولى: والله 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 أني كنت أعاني من وسواس قهري، والله لزمت الصلاة على النبي أقل من أسبوع، والله بلشت الراحة والسكينة والطمأنينة وحب الحياة. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول صاحب القصة الثانية: أول عمل كان لي هو أن أكون سائق سيارة، وأنا لم أشتغل سائق من قبل ولا أقدر حتى التحكم في السيارة، وكنت فيهم من هذا العمل لأنني لم أعمل هذا العمل من قبل، وكنت خائف من أنني أعمل حادث وأؤدي نفسي وسيارة العمل، وكنت أصلي وأسلم على نبينا محمد ولم أصب بأي حادث، وكان ربي يصرفهم عني بشكل رهيب. والله مرة كنت راح أصيب شخص ونجاني ربي، ومرة كنت سأصيب سيارة تاكسي ونجاني كذلك ربي، كنت سأصيب رجل ونجاني ربي، وكنت من وقت أركب في السيارة وأنا أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. وهكذا كنت أريد الصلاة الإبراهيمية، لكن يكون معي أشخاص بالسيارة لا أستطيع على الصلاة الإبراهيمية بسبب الكلام مع الناس، فكنت أصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم. والآن خرجت من العمل وحاليا واصل على الصلاة الإبراهيمية، وسوف يرزقنا ربي ما أريد وإليكم بفضله. تقول صاحبة القصة الثالثة: الصلاة الإبراهيمية كفيلة في تفريج الهم وقضاء الحوائج، والله ما رددتها يوما لأمر معين إلا أعطاني الله مطلبي، واليوم تحديدا كنت بزيارة للطبيب لأمر أرهقني وأقلقني، وأخذت أردد الصلاة الإبراهيمية بنية أن يرفع الله عني البلاء والقلق، والحمد لله لم يخب الله ظني ونجاني. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. دعواتكم لي أن يتمم الله شفائي على خير ولكم بالمثل. تقول صاحبة القصة الرابعة: نعم أنا أيضا، لكن كنت أذكر بأنواع الذكر كلها، وبعد ساعة أو أكثر أيضا جاءت حماتي ومعها مبلغ من المال، كان أظن عصر يوم الجمعة. تقول صاحبة القصة الخامسة: فعلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي السحر الحلال، وأنا لي قصة معها أنجبت بفضل الصلاة على النبي وأنا في سن 42، بعدما قال لي الطبيب مستحيل تنجبين، وفعل التحاليل تقول مستحيل الإنجاب، لكن قدرة الله مع الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاقت كل شيء،
وعندي مواقف أخرى مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أصلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية، وأول ما جاءني هو مولود والآن بين أحضاني، الحمد لله. تقول صاحبة القصة السادسة: الصلاة الإبراهيمية والله العظيم وقسما بالله عندي معها قصص كثيرة وكثيرة، لن يسعني كل الوقت أن أتحدث عنها. ماذا سأقول؟ شفيت ولله الحمد ببركتها، وزوجي أصلح الله حاله، وقصص لا تعد ولا تحصى عندي، وورد يومي 1000 مرة أصلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية، والله العظيم الشيء الوحيد الذي لم يتحقق لي بعد وأتمنى من كل قلبي هو رؤية النبي صلى الله عليه وعندما أردد الصلاة الإبراهيمية فإنني أستحضر النية وأتخيل وكأنني أرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول صاحبة القصة السابعة: أنا من عشاق الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبحسبها تهزني لما ابني كان بين أيدي ربنا بين الحياة والموت في الرعاية، الحمد لله رب العالمين بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انفرج كربي وقام ابني ب1000 سلامة، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول صاحبة القصة الثامنة: السلام عليكم، والله العظيم أني مرة صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم 300 مرة، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، وبعد نصف ساعة أو أقل جاءني مبلغ 7000 ريال، إلا شيء بسيط الحمد لله، ويشهد الله على ما أقول.